بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا طلبة المرحلة الثانية في قسم الرياضيات. المحاضرة اليوم هي Multiple Integrals، التكامل المزدوج. وطبعا مفهوم التكامل بالون Variable للتذكير، يعني إذا عندي دالة هذه f of x وهذه دالة f of x، ما المقصود بالتكامل؟ التكامل هو المساحة تحت المنحني لمنطقة معينة، فرضا منها من الـ x تساوي a إلى x تساوي b، فالمساحة هذه هي التكامل. طبعا استخدم هذا المفهوم كثيرا حتى في قدماء البابليين والمصريين وغيرهم. طبعا مثلا نريد نحسب مساحة أرض زراعية، وغالبا ما تكون بشكل منتظم. على سبيل المثال هذا نهر، إذا هذا نهر وأريد أحسب مساحة هذه الأرض الزراعية، ف نحتاج لازم في الطرق معينة، لأنه هي مو أشكال منتظمة، فقسموا إلى وحدات صغيرة، قسموا الفترة يعني من أي إلى أي، قسموا إلى فترة وحدات صغيرة، وفي كل مرة يضرب هاي المسافة يسميها هو dx في الارتفاع، والارتفاع هو f of x، الارتفاع هو y يعني f of x، ف of x dx، ويأخذ لها مجموع إلى هذا summation، يعني هذا الرمز هو رمز التكامل، هذا هو بالأصل هيك رمز summation يعني. فهذه المعلومات يعرفها الطالب سابقا. إذن باختصار التكامل هي المساحة، هو المساحة تحت المنحني. أما في المالتي فاريبل فالتكامل هو الحجم تحت السطح، هذا سطح z تساوي f of x y، فالحجم اللي تحته طبعا يجب أن يكون محصور بين سطح وبين شنو بعد؟ بين ريجن، هاي الريجن منطقة. احنا اهم شيء هسه عندنا راح نركز على هاي المنطقة، اكثر دراستنا على هاي المنطقة شلون راح نتعامل وياها. اما مسألة التكامل ومسألة الحساب هذه بسيطة. اذا التكامل بالمالتي فاريبل هو فوليوم، هو فوليوم حجم، وهذا التعبير مالته. طبعا الان تذهب الى اللانهاية، الان هي عدد القطع، على اعتبار انه الريجن اي يقسمها الى وحدات، إلى مساحات صغيرة، مكان ما يقسم هاي الفترة إلى قطع انترفالات يعني صغيرة، هنا يقسم المنطقة الآر إلى مساحات صغيرة. وحجم كل مساحة هي عبارة عن المساحة نفسها في الارتفاع، والارتفاع هو f of x. إذا رجعنا إلى نفس التعبير. طبعا ببساطة عملية التكامل يعني نقدر نعتبرها عكس عملية المشتقة. احنا اخذنا المشتقة الجزئية، ولقينا الطرق مالتها. اما عبارة المشتقة عكس التكامل فهي عبارة خاطئة، هذه عبارة خاطئة ليست صحيحة تماما. ليش؟ لانه احنا نعرف التكامل هو المساحة تحت المنحني اذا بالون فاريبل، الحجم اذا بالمولتي فاريبل. اذا هو مساحة، اذا وحدة قياسها متر تربيع أو سنتيمتر تربيع، وحدة طول تربيع. أما المشتقة فهي ميل المماس، فش جاوب هاي على هاي؟ إذن وطبعا الوحدة مالتها أيضا المشتقة قد تكون بدون وحدة يونتلس، قد تكون المشتقة إذا كانت نعتبرها ميل المماس، فتعرفون الظل هو الجيب على الجيب تمام، والجيب قياسها بالوحدة قياس الطول على الجيب تمام أيضا وحدة قياس الطول، فيروح تختصر فتبقى بدون وحدات. أو إذا المشتقة هي عبارة عن إذا نشتق الإزاحة يطلع لنا السرعة، ووحدة السرعة هي متر على الثانية، وإذا نشتق السرعة فوحدة يطلع لنا التعجيل، ووحدة التعجيل متر على الثانية تربيع. إذا ماكو أي كلام بارتباط بين مفهوم المشتقة ومفهوم التكامل، لكن طريقة إيجاد المشتقة هي عكس طريقة إيجاد التكامل مثل ما تعرفون. يعني إذا x تربيع أشتقها يصير مشتقة 2x، و 2x أشتقها يطلع x تربيع طبعا زائد c. فإذا هذه العبارة ليست صائبة، عبارة خاطئة. هذا التعريف مال الحجم اللي هو عبرنا عنه الدبل انتجرال. وإذا نجي للأمثلة مثل ما ذكرنا قبل شوية، أنه إذا two variables وأكاملها تشبه عملية إذا two variables وأشتقها مثلا للإكس أو للواي،
مشتقة جزئية يعني. فهنا تكامل جزئي، خلي هيك نسميه تكامل جزئي. يعني شنو؟ يعني هنا ما دام نشتغل على اكس، اذا الواي يعتبر ثابت، فنطلع الواي، هذا الواي واي تربيع، ونكامل الاكس بصورة عادية. اما اذا بالعكس بالنسبة للواي، فالاكس يعتبر ثابت طلعنا. اذا باختصار، اذا نريد ان نجري عملية التكامل مثل هذا المثال، فببساطة اول مرة اكامل الداخل، هذا الداخل زين، وحدود التكامل مالته هي نفسها، يعني اجري عملية التكامل على هذا الجزء وكأنه وان فاريبل، ومن اخلص اجري عملية التكامل الباقي. اذا كالاتي، والله خلينا نشوفها احنا هنا هسه، هذه اذا نريد نكامل، هذه يساوي تكامل هاي الحدود الخارجية، انزلها 1 إلى 3، وهذا قوس منها زين، وهذه الدي اكس الخارجية نزلتها، واجي اكامل الداخلية، هذه كامل، هذه اجي عملية التكامل كأنه one variable. واي طالب يعرف شلون هاي طريقة التكامل، تكامل الـ40 بالنسبة لواي يصير 40 واي ناقص، وهاي طبعا الاكس كنا ثابت، والواي نزود الاس مالته بمقدار 1 نقسم على الاس الجديد، فراح تختصر مع هاي الثانية، اذا راح يصير اكس واي تربيع، اكس واي تربيع، وحدود التكامل من 2 إلى 4. وايضا الطالب يعرف انه هسه الخطوة الجاية هذه ينزل، اجي اعوض بالـ4، اجي اعوض بالـ4 وبعدين اعوض بالـ2. فإذا بالـ4 مكان الواي، لاحظ مكان الواي، ما دام كاملت على الواي إذا أعوض مكان الواي، فهذا راح يصير 160، وهذه ناقص، والإكس ينزل ثابت، فالعلاقة بالإكس ثابت، والواي تربيع راح يصير 16، إذا هي 16 إكس، ونعرف أنه ناقص هسه، نجي نعوض بالـ2 يصير هنا 80، هاي 80 ناقص الاكس والعلاقة بي الواي تربيع، يعني 4 إكس، وأسد هذه وأنزل هاي دي إكس، وأجي طبعا أحسبها هذه 180 وهي 60، أجمع يعني الحدود الجبرية المتشابهة، فراح يطلع عندي هذا الشيء، و one variable هسه، هذه one variable. إذا المطلوب من عندي أنه كامل بصورة عادية، فراح يصير عندي هاي 80، لاحظ بالنسبة للإكس راح أكامل 80 إكس، وناقص هذه الـ12 تتقسم على 2 تصير 6، وهذه اكس تربيع، وهذه ايضا ما ننساها حدود التكامل من 1 إلى 3، طبعا ماكو زائد سي لانه تكامل محدود. وهسه اجي اعوض بالـ3 وبعدين اعوض بالـ1 واطلع الناتج، واجري على العملية الحسابية واشوف الناتج قد يصير، اكس تربيع فصل 54، والناتج يصير 112. طبعا الفرع الثاني هو نفس الفرع الاول، لاحظ تماما، لكن نبدل ترتيب الدي اكس دي واي، هنا دي واي دي اكس، هنا دي اكس دي واي، واذا بدل الترتيب لازم ايضا يبدل حدود التكامل، لاحظ حدود التكامل الخارجيات مالت الواي والداخليات مالت الاكس، فاذا خليت الاكس هو الخارجي لازم تخلي ايضا الحدود مالته خارجيات، وبالنسبه للناتج نفسه، لاحظ ناتج يطلع نفسه، وهذه مبرهنة، برهنة فوبيني، فوبيني تقول إذا كان، طبعا هسه هذا الريجن اللي تحت يعني الريجن اللي تحت السيرفس، هذا اللي جاي نحسب المساحة، هذا الريجن، هذا هذا هو ريكتانجل، عندنا سيرفس وعندنا ريجن، هذا الريجن ريكتانجل. شنو ريكتانجل؟ يعني الإكس محصورة من قيمة معينة، على سبيل المثال هذه 3، وهذه على سبيل المثال 5، من 3 إلى 5، والواي أيضا محصورة من رقم إلى رقم زين، فهذا الريجين يسموها ريكتانجل. راح نجي إلى ريجين أخرى مختلفة تماما، فإذا الريجين هي ريكتانجل، هاي برهن فوبيني تتحدث أنه من الممكن أنه نقلب، لكن بشرط أن تكون الدالة كونتينيوس مستمرة، شرط أن تكون الدالة مستمرة. المثال اللي بعده لاحظه هو نفسه، لكن الريجن انطاها بشكل آخر، فننتبه انه اذا الريجن انطاها هيج، فهذا يعني انه هذه للإكس
وهذه للواي. هذا حاصل ضرب ديكارتي، هذا حاصل ضرب ديكارتي بين انترفال خاص بالاكس وانترفال خاص بالواي. اذا حدود الاكس من صفر الى واحد وحدود الواي من صفر الى اثنين، وننتبه انت ذاك كتبت دي اكس دي واي، اذا للداخل تحط حدود الاكس، يعني شنو؟ يعني من صفر الى واحد، هاي من صفر الى واحد، وطبعا الخارجيات راح يصير من صفر الى اثنين، والعكس بالعكس، تنتبه ايضا انه العكس بالعكس. اذا هذا نفس السؤال لكن صيغة الرجل مختلفة، واعتقد السؤال اللي بعده ايضا نفس السؤال لكن ايضا صيغة الرجل مختلفة. فهنا الاكس من سالب ثلاثة الى اثنين، والواي من صفر الى واحد، وايضا يكامل بنفس الطريقة. هنا عندنا خصائص مال الدبل انتجرال. الجواب خصائص الدبل انتجرال هي نفس خصائص الـ يعني الانتجرال العادي بال 1 فاريبل نفسه، السي يطلع برا هنا، وحاصل الجمع وحاصل الطرح ايضا يتوزع. لكن تجينا خاصية هنا جديدة، هنا خاصية جديدة مهمة جدا، احيانا نستخدمها لتسهيل الحل، واحيانا تكون يعني يجب ان نستخدمها سرا مثل ما راح نشرح. هذه الخاصية وهي تجزئة الرجن، جزء الرجن. شلون يعني جزء الرجن؟ المنطقة هذه R أقدر أجزئها إلى جزئين R1 و R2، زين، وأقدر أكامل على طبعا على نفس الدالة، على نفس الدالة أكامل والناتج يطلع نفسه حسب هاي الخاصية. طبعا الرجن هسه فرضا هاي الرجن، هاي الرجن شلون أقسمها إلى جزئين؟ هذه الR شلون أقسمها؟ أقسمها يجب أن تكون ذول القسمين distinct، متمايزات. شنو يعني متمايزات؟ يعني تقاطعهم فاي، هذولي هسه ما بيناتهم منطقة تقاطع، هاي واحدة. اثنين، يجب أن يكون الاتحاد مالهم هو الآر نفسه، حتى لا يصير تداخل بالمنطقة وأكو في الجزء معين يتكرر ويطلع الناتج خطأ، أو حتى لا ينفقد، بالعكس حتى لا ينفقد جزء وأيضا الناتج يطلع خطأ. فتنتبه إلى هذه طريقة التجزئة. هذه تتبع تنطينا التعريف الآتي، تنطينا على أنه أكو عندي نوعين من الرجن، أكو رجن يسميه تايب 1 رجن وأكو تايب 2 رجن. زين، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم لا نشوف الشكل. تايب 1 يكون الأكس ثوابت، ثوابت أرقام، والواي دوال. لاحظ هاي المنطقة الرجن، هاي المنطقة اللي كانت رسمناها بالرسم، كانت القاعدة يعني، هسه السيرفس فوق، هذه السيرفس فوق، وهذه الار رسمها بالتو دايمنشن، لذلك صارت هيج، فهي القاعدة، القاعدة اللي ننجز هيج نقسمها يعني. اذا التايب 1 يكون الاكس هو الخارجي، هو الخارجي يعني هالشكل تكامل، هنا الدالة دي واي وبعدين يلا دي اكس، وهنا الاكس ارقام من اي الى بي، هاي هاي تايب 1. زين، تايب 2، تايب 2 ريجن بالعكس، شنو اللي راح يصير عندي؟ اللي راح يصير عندي انه الواي هو الثوابت، فراح يكون دي اكس دي واي، دي اكس دي واي، اذا الواي هو الثوابت من سي الى دي مثل ما نلاحظ بالشكل، وهنا دوال، هنا وطبعا الدوال هنا ايش راح تكون عندي؟ راح تكون واي تساوي اف اوف اكس، مثلا اف 1 اوف اكس، هي كاتبه هو واي يساوي جي 1 اوف اكس واي جي 2 اوف اكس. اما هنا فالاكس تساوي اتش 1 اوف واي واكس تساوي، طبعا الترتيب هنا هذه جي 1 وجي 2 مهم جدا، مهم جدا. شلون يعني؟ يعني لما نريد نحط التكامل مال الواي الداخليات هنا من الصغير للكبير، هاي اصغر من هاي الداله، هاي الداله اصغر من هاي الداله، يعني تذكرون انه بالوان فاريبل لما اجي اكامل، فالتكامل شي يصير من العدد الصغير الى العدد الكبير، ما يصير اعكسه، ما يصير نقول من اثنين الى واحد. زين، اكس تربيع مثلا دي دي اكس، هنا انا هم نفس الشيء. شنو راح يصير عندي؟ هاي الداله من الداله الصغيره هي هاي جوا، والدالة الكبيرة الأكبر قيم يعني هي الفوق. زين، هنا شلون راح يصير؟ راح يصير هاي الصغيرة بالنسبة للإكس، وهاي راح تصير الكبيرة، لذلك هذه اتش 1 وهذه اتش 2. راح أشرح الكلام هذا بالمثال، بالمثال شوية توضح أكثر هذا المثال.
المثال يقول طبعا هاي هسه هذه شنو نوع الرجن؟ رجن 1 هاي، هذا رجن 1 هو بالسؤال محدد لي اياها. احيانا ما يحدد لي ويريد من عندي انه اني احدد، وهاي الحاله راح يكون اختياري للرجن الصحيح يسهل الحل، او ربما يخليه معقد، او ربما يخلي الحل مستحيل مثل ما راح نشوفه بالامثله. فهنا هو محدد لي رجن 1 اللي حق ابدل. نعم ممكن مرات احيانا لازم ابدل اذا ما ينحل، بس مثلا هذا ينحل. فاذا هنا شنو اللي راح يصير هسه لو نشوف هاي الرجن من ناقص اكس الى اكس تربيع؟ فلو نجي نرسم ذول الدالتين ضروري، يعني نرسم ذول الدالتين هذه المحاور الاحداثيه، وهاي واي يساوي ناقص اكس، اتفقنا هذه واي، واي يساوي ناقص اكس. طريقه رسمها هو خط مستقيم، هذا واي يساوي ناقص اكس، وواي يساوي اكس تربيع ايضا راح يصير هيج، هذه واي يساوي اكس تربيع. زين نجي هسه هاي بالنسبه للدالتين هذني، بالنسبه للدالتين الصفر والواحد اللي هن الاكس، من اكس يساوي صفر الى اكس يساوي واحد، هذا الاكس يساوي صفر هذا، واي الاكس يساوي واحد، يعني مهما كان هنا حتى لو هنا. اذا المنطقه المطلوبه، المنطقه المطلوبه هي هاي، هاي المنطقه المطلوبه. هنا يجينا سؤال، يجينا سؤال، هل المنطقة هذه بها تداخل؟ شلون يعني تداخل؟ راح أشرح في مثال آخر شنو يعني حالة التداخل. وطبعا هنا هسه عندي تداخل، هسه لو أكمل هاي الرسم من هنا، هنا راح يصير تداخل. شلون راح يصير تداخل؟ هنا هاي صغيرة واي يساوي اكس تربيع، هي الصغيرة، والكبيرة واي يساوي ناقص اكس. لكن اذا بعد تحركت لهنا راح تنقلب العمليه، راح تصير هاي الصغيره وهاي الكبيره. لكن هنا أنا في مثالنا هذا هاي المنطقه ما داخله. في مثال اخر فرضا قال يابا حدود التكامل مال اكس من ناقص 10 مثلا، من ناقص 10، اذا ناقص 10 يعني تجي لهنا، اذا دخلنا بالمنطقه هاي اللي بها تداخل. على كل عفنا خلنا ارجع اشرح لك بمثال اخر، خلينا نكمل مثالنا هذا. إذا مثالنا هذا ما بيه تداخل، وراح يصير تطبيق، أجي أطبق، يعني طبعا أنا تمنيت أنه ماكو تداخل، لأنه جزء مرات يجي تداخل، السؤال ما يعني ما له علاقة هو، فلازم نجزئه، إذا هنا ما أحتاج تجزئة، وحلينا بالطريقة اللي هي واضحة جدا، طالب موجودة بالملزمة وشرحناها قبل شوي. كذلك نفس الشيء هذا المثال الآخر ما بيه تداخل. مثال هذه المنطقة، هذا العفو سؤال. فاين تكامل على ار الى هاي الدالة، طبعا احنا ما لنا علاقة بالدالة، الدالة المهم هي تتكامل، تقبل تكامل، ولنا علاقة بالريجن، اوفر ذا ريجن انكلوزد، محصورة بين هذا الكيرف وهذا الكيرف، بين الكيرفين. فالخطوة الأولى انه اجي ارسم ذول الكيرفين واتأكد انه المنطقة يصير بها تداخلات لو ما يصير بها، فاجي ارسم ذا الكيرفين. طبعا نعرف احنا واي يساوي واحد زائد اكس تربيع، الرسم مالها هيج، و واي يساوي اثنين اكس تربيع، الرسم مالها هيج، هذا الرسم مالته. وهو جاي يقول انكلوزد بتوين، المنطقة المحصورة بينه يعني بين الكيرفين، بين هذا الكيرف وهذا الكيرف. اذا المنطقة المطلوبة هي هاي، يريد هاي المنطقة المطلوبة. هسه نجي أول مرة أحدد، هل طبعا شوف ما قال لي هو يا ريجن 1 أو ريجن 2، ما حدد لي، فخل نشوف هسه احنا من اللي يفيدنا أكثر. فخل إذا نعتبرها ريجن 2 على سبيل المثال، خل نجرب ريجن 2. ريجن 2 الواي هو الثابت، طبعا منين راح يبدأ؟ راح يبدأ من الصفر، الواي يبدأ من الصفر وإلى هاي القيمة، نشوفها احنا نقدر نطلع هاي القيمة، ماكو مشكلة، نقدر نطلع قيمة الواي هذي. خل هاي الصفر على سبيل المثال، خل تكون هذه ثلاثة على سبيل المثال، ما أدري هذا شيء كذا، إذا تفيدنا نشتغل بها، إذا ما تفيدنا نعوف. زين هاي بالنسبة إلى الواي. بالنسبة إلى الأكس، لو أجي أكبر الرسم، لو أجي أكبر الرسم شوية، فقد احتاج انه اخليه مضبوط اكثر. على كل، فبالنسبه للاكس نلاحظ
أنه في منطقة معينة، خلينا نقول هاي المنطقة حدود التكامل من هذا الكيرف إلى هذا الكيرف، أوكي، من هذا الكيرف، خلينا أختار غير لون، مثلا هذا اللون، في هذه المنطقة من هذا الكيرف إلى هذا الكيرف، أوكي، تمام، أصعد نفسه من هذا الكيرف، أوكي، تمام، لكن لو أجي إلى هذه الزاوية هنا أنا، فراح يصير من هذا الكيرف إلى هذا الكيرف مختلف، راح يصير من هنا لهنا عدلة طبعا، ما هو جاي. إذن إذن سبب لي مشكلة، بهاي الحالة لازم أجزأ أو ألقى هالشكل، هاي المنطقة هذه واحد، وهذه هنا اختلفت الحدود يعني، فهنا سبب لي مشكلة. إذا رجن من النوع 2 ما تفيدني، راح تسبب لي مشكلة. إذا خلينا نشوف والله إذا رجل من نوع واحد، طبعا إذا الرجل من النوع واحد هم بقت نفس المشكلة، فأضطر أجزء بعد، شو أسوي؟ لازم أحل السؤال. طبعا إذا رجل من المنطقة الأولى مثل ما قلنا، الأكس محصور بين هاي القيمة وهاي القيمة، وأقدر ألقاهم هذولي، وبالنسبة للواي محصورة بين هذا الكيرف الجوا والكيرف اللي فوقه، ما صارت منطقة تقاطع أو تداخل، ما تصير منطقة تقاطع أو تداخل. إذن هذا الطريق راح تفيدني فقط ألقى، قبل لا ألقى هذه يعني خل بس أوضح شنو يعني التقاطع أو التداخل، خل بس اللي أوضح التقاطع أو التداخل شنو معناه. خلي نغير السؤال يعني، هسه هو السؤال يقول المنطقة المحصورة بين الكيربين يعني هاي وهاي. فرضا السؤال قال أريد التكامل من هاي النقطة إلى هاي النقطة بالنسبة للإكس، فنجي هنا أنا. طبعا الكيرفين ذني أعرفهم، هذا الكيرف رقم خلينا نسميه سي واحد، هذا الكيرف سي واحد، هذا منها اللي هو واي يساوي 2 إكس تربيع، وهذا خلينا نسميه سي 2، هذا منها لهنا، زين. فلو نجي هسه نحدد التكامل ونسأل سؤال في هاي المنطقة، في هذه المنطقة منها لهنا، منو أكبر، السي 1 لو السي 2؟ طبعا راح تقولون السي 2 صاير جوا والسي 1 صاير فوق، اذا لما نحدد التكامل يجب ان نخلي سواء ريجن 1 او ريجن 2، اخلي السي 2 وبعدين السي 1. زين، اجيت هنا انقلبت العملية، لاحظ انقلبت، صار شنو؟ صار السي 1 هو الصغير والسي 2 هو الكبير، اذا هنا طبعا الدالة نفسها تنزل والتكامل الاخر هم ينزل، اذا لكن هنا نعكس انت شو يصير؟ يصير C1 بعدين C2. أجي أكمل هنا أنا أيضا نفس الشيء، أول مرة C1 بعدين C2، من أعبر هاي النقطة شو يصير عندي؟ ينقلب مرة ثالثة بعد. إذا أكرر، إحنا ذكرنا سابقا أنه حتى بالتكامل القديم يعني تكامل من أي إلى بي يجب أن يكون أي صغير والبي هو الكبير، هنا أنا هم نفس الشيء، يجب أن تكون جوه الدالة صغيرة وفوق الدالة كبيرة، فإذا قلبا واحدة مكان الثانية شنو اللي أسويه؟ يجب أن أقلبهن، وإذا ما قلبتهن طبعا تعرفون هسه هذا التكامل إذا أقلب الحدود مالته شي يصير بالسالب، زين، فإذا ما أقلبه راح السالب ياكل الموجب وتصير النتيجة خاطئة. إذا نرجع لسؤالنا، هسه سؤالنا يريد المنطقة فقط المحصورة بين هذا الكيرفين، زين، فطبعا هسه المطلوب عندي أنه ألقى هاي النقطة شقد، الإكس هنا شقد تساوي، والاكس هنا تساوي ايش قد، زين، والوايات معروفه، فشلون اقدر شلون اقدر اعرف اذا الاكس؟ الجواب ببساطه نساويهن، نساوي هذا السي 1 والسي 2، نساوي اذا الكيرفات يعني راح نقول متى 1 زائد اكس تربيع يساوي 2 اكس تربيع، متى؟ حتى تطلع لي هاي النقطه وهاي النقطه، تقاطع، شنو يعني تقاطع؟ يعني مساواة، يعني الدالة تساوي الدالة، فطبعا هاي نحلها، شلون نحلها؟ الطرق الجبرية الاعتيادية نعبر هذه الاكس للجهة الثانية، فعبرناها طبعا تصير بالسالب وتجي هنا، اذا تبقى اكس تربيع وهنا يبقى هذا الطرف واحد، وهاي طلعت يعني اذا اجذر الطرفين اكس تساوي زائد ناقص واحد، وهو هاي لقيناها، اذا هاي النقطة هي ناقص واحد وهاي النقطة هي زائد واحد، اذا لقيت حدود التكامل بالنسبة للإكس، ولقيت حدود التكامل بالنسبة للواي، فأجي أكامل هسه حاليا دبل انتجرال الحدود، طبعا اتفقنا هالشكل لازم هسه
dy dx dy dx x الخارج. فهنا أنا أكيد نعرف الناقص واحد هو الصغير والواحد هو الكبير، فناقص واحد إلى واحد هاي بالنسبة للx. أما بالنسبة للy فمن هذا الكيرف، هذا الكيرف اللي معادلته 2x صغير واللي أكبر من عنده هذا معادلته 1 زائد x تربيع، 1 زائد طبعا 2x تربيع العفو، 1 زائد x تربيع. ونشوف هي الدالة شنو، ما تعني الدالة، الدالة مجرد x زائد 2y. إذا هنا x زائد 2y وهذا يحل. هسه فقط عندي ما أريد الفيديو يصير أطول، نحلها هذه يعني نكامل أول مرة بالنسبة للواي هذه ونحوظ بحدود التكامل. لاحظ حدود التكامل هنا شنو، حدود التكامل دوال يعني مو أرقام، عادي نفس الشيء. ومن نخلص نعوض نكامل يعني بالنسبة للإكس ونعوض. راح أسجل فيديو آخر أيضا أتناول به أمثلة أخرى، فتابعونا إن شاء الله.